أسعد الله أسعد الله أسعد الله أوقاتكم بجمال الحياة ولذة الحياة، وأرزاق الله تعالى لا تعد ولا تحصى من تلميحات الطب الحاكوباثي نحو تحقيق مزيدا من صحة حياة صحية عاطفية أفضل. العيش حياة كريمة مقرونة بصحة عاطفية، النظر بالحياة عما تحملها من لذتها وذكرياتها، وأرزاق الله تعالى لا تعد ولا تحصى. ونعم الإنسان الحس السادس حتى يستطيع يكتشف الحقائق في الترابط والمعارف بين الناس الذين يسعون ويجتهدون مواظبتهم على قوانين المنظومة الكونية الشاملة للطبيعة، ليتبادلون مشاعر الحب الأخوي والإخلاص فيما بينهم. حقا نعيش في عالم المعجزات، عالم لا نستطيع رؤيتها، بل بكل تأكيد نستطيع حسها، فهي آتت من السماء لكي تحمينا وليس لتضرنا أو لتدمرنا.